السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على طريقة حل مشكلة الكتابة المتقطعة على برنامج الإلستريتور. أول خطوة نضغط على النص، بعدها نضغط اختصار كنترول كي أو كوماند كي لمن يستخدم الماك، تمام. نروح على التايب، نختار الخيار الثاني ونضغط أوكي. بعدها نتوجه من خيارات النص فوق بالباراجراف ونضغط على الخيارات اللي تحت او الزاويه اللي اعلى اليمين ونختار الخيار الاول ميدل سترين، وبكذا انحلت مشكله الكتابه المتقطعه بشكل جيد وممتاز.